المحكمة تتلى 15 يوم باش نهيئوا الدفاع ديالنا. أنا اللي كنقول لكم بأن خلال ال 15 يوم غادي ندرسوا الحجاج للنيابة العامة أو الشرطة القضائية جمعت ضدي، وغادي نوجدوا نفوسنا باش نجيبوا لكم الحجاج المضادة، وبأن غادي يكونوا جوج ديال المحاكمات، واحد المحاكمة الداخل والمحاكمة الحقيقية على برا، لأن اللي كيهمني هو أن الشعب يبرهني، اللي كيهمني أن الشعب يقتنع بأن هناك ظالمين ظالمين، وبأن الظالمين غادي يفشلوا، وبأن الظالمين غادي يجعلوا لهم حد، وبأن الظلم غادي ترفع في البلاد هذه. عندي الثقة في الله سبحانه وتعالى. واش كاين شي تسامح تما؟ ما دار والو، دار الحقيقة الوحيدة اللي ظهرت هو أن بغاو يسرعوا بالملف، بغاو يجريوا به. لأن عرفوا بأن الملف غادي يحرك الشارع المغربي والرأي العام الوطني. لان الجامع كيحس بانه متابعتي لا تجمعش نتج الاخوان متابعتي والدار طاطا والفوسفات هذا اللي كاين، هاد الدار راسكم، هذا هو السبب، السبب هو هذا.